ألف مليون مبروك للنادي الأهلي تحقيقه بطولة السوبر الأفريقي للمرة السابعة في تاريخه، وكمان تحقيقه الرباعية في الفترة الأخيرة بعد فوزه بدوري الأبطال والثنائية المحلية بعد الدوري والكاس، وتحقيقه بطولة السوبر الأفريقي كده بقاله بطولة السوبر المصري عشان يوصل للخماسية أسوأ باللي عمله بالإنجاز اللي حققه في موسمين 2004-2005 و2005-2006. النادي الأهلي النهاردة قدر يتغلب على نادي بركان المغربي بهدفين نظيفين كان ممكن يزيدوا في الشوط الثاني على وجه التحديد بسبب أسباب فنية وبدنية هشرحها مع حضرتكم في حلقة ترند يلا كورة النهاردة لتحليل مباراة الأهلي ونادي بركان في السوبر الأفريقي. النهاردة بيتسو موسيماني رجع لطريقة 4-2-3-1 بعد ما تخلى عن 4-1-4-1 اللي لعب بيها مباراة سان داونز الأخيرة، في حين نهضة بركان والمدير الفني له الأسباني بيدرو بن علي لعب بطريقة أقرب إلى 4-3-2-1. كان واضح جدا هو عايز يعمل يعني كثافة عددية في عمق الملعب عشان يمنع نادي الأهلي من الاستحواذ. طريقة نهضة بركان غير مناسبة على الاطلاق لانك تضغط بيها عن نادي الاهلي، خصوصا ان انت معاك لعيبة كبار في السن. بنتكلم على 11 لعيب لفرقة نهضة بركان، منهم 6 على اقل تقدير معديين 30 سنة. لعروبي حارس المرمى فوق 30 سنة، عزيز الباك الشمال فوق 30 سنة، نمساوي الباك اليمين فوق 30 سنة، محسن يجور المهاجم الصريح فوق 30 سنة. بنتكلم على فرحاني لاعب خط الوسط فوق 30 سنة. معظم اللعيبة دي لما تلعب بيهم ضغط عالي زي اللي انت عملته قدام النادي الاهلي، ده امر لا يناسب فرقتك، ده تكتيك لا يناسب الفرقة ولا يناسب الجهد البدني انك تخليهم يضغطوا بطول الملعب على النادي الاهلي من بداية المباراة. رغم البداية اللي كان مبينة ان نادي نهضة بركان لحد ما قلقان جدا من النادي الاهلي، لعيبة النادي الاهلي كنت تحس ان هم عندهم ميس باس كتير قوي. ده في وجهة نظري اللي خلى الى حد ما الكفة تبان ان هي متساوية رغم الفارق الفني والبدني بين الفرقتين. بيتسو موسيماني كان ممتاز جدا في اختياره تاكتيك ان هو يبدأ البيلدينج اب بتاعه من عند محمد الشناوي ويسحب نهضة بركان على قد ما يقدر. ليه؟ ان اللعيبة دي لما تجري كل المساحة دي من الامطار لازم وغصب عنها هتيجي في نهاية المباراة او في شوط تاني على وجه التحديد تقع في العامل البدني. شوف نادي الاهلي بيحاول يبني من عند محمد الشناوي وبيحرك الكرة بشكل مميز جدا. كان في غلطة بتحصل في الجزء ده بقى، في كرة حسين الشحات نزل هو في قلب الملعب يستلم وساب الجناح لقفشة. الكرة جاي لك حسين وانت خلاص عديت 4 لعيبة من عند نهضة بركان في نص الملعب، وجوبا عليك هنا هو لازم الكرة تتلمس من مرة واحدة. لو انت وقفت عليها كتير على طول هيحصل عليك ضغط وتتقطع منك او انت مش هتعرف تتصرف، وده فعلا حصل والكرة اتقطع من حسين شحات وطلعت بره الملعب. عيب النادي الاهلي في وجهة نظري في الشوط الاول في تنفيذ الاسلوب ده عشان يقدر يحط لعبته في التلت الاخير واحد على واحد هو عدم لعب الكرة من لمسة واحدة في نص الملعب. كان واضح في توتر، وخلي بالكوا جماعة في نقطة مهمة جايز تعرفوها. في الزمن الحالي لكرة القدم في مصر احنا بنلعب فترة طويلة بدون جمهور، تمام؟ اللعيبة بتتعود على ملاعب صامتة، اول ما تقولهم فجأة الماتش الجاي بجمهور ده عامل او سلاح ذو حدين، ما تعرفش فعلا رد فعل لعيب ايه. في لعيبه في لا مش كل ما ينفعش تقول اللعيبه كلها رد فعلها واحد، لا ده مستحيل. في لعيبه بتقدر تتحمل الضغط ده وتلعب عادي جدا، وفي لعيبه بتركز زياده عشان تبين هي مسؤوله، وفي لعيبه بيبقى همها انها تاخد اللقطه. فاعتقد النهارده ربما يكون الشوط الاول كان الاداء مش في افضل حالاته مع النادي الاهلي، لان انت وسط مجموعه متفاوته في تقبل فكره انك تلعب تحت ضغط جمهور في الملعب وانت بقالك فتره بتلعب بدون وجود جماهير في ارض الملعب. عشان كده في وجهه نظري شفنا فرقه لحد ما مختلفه في الشوط الثاني عن الشوط الاول. الشوط الثاني واضح جدا جدا نهضه بركان بدا يعني يخسر كتير من الجهد البدني، ولكن لزاما علينا نشيب بالجزء اللي لعب عليه نهضة بركان وجزء الخبرة خصوصا عند محسن ياجور في الشوط الاول واستغلاله لبعض الاخطاء اللي وقع فيها بدر بنون وقدر يرقصه في كذا كورة وقدر ان هو يصنع كام فرصة لنهضة بركان من الحتة دي. ده جزء خبرة
بحت، مفيش اي تكتيك فني. الفريق فعلا كان صعب جدا تقول نهضة البركان عندهم تكتيك واضح في الملعب. ليه؟ الفرقة كانت متفرقة والمساحات ما بينها شاسعة جدا. المساحات دي زادت في الشوط الثاني. ليه؟ لان العامل البدني عند اللعيبة دي نزل اكتر واكتر، وبالتالي ما تقدرش ان انت تكمل بنفس النسق ده، انك بتلعب بضغط عالي طول او حتى لمدة ساعة واحدة، مش هقولك 90 دقيقة. الشوط الثاني شفنا نادي نهضة البركان كان مش قادر يجاري نادي الاهلي في سرعه اللعب، وده واضح من التعليمات بقى بيتسو موسيماني بين الشوطين، يا جماعه عايزين نقلل الميس باس وعايزين نسرع اللعب من لمسه واحده. وبالتالي كان في مساحات شاسعه على طرفي الملعب، وخصوصا الجبهه اليمنى للنادي الاهلي اللي كان واضح ان محمد هاني قدر ان هو يستغلها هو حسين شحات في الشوط الثاني ويفتحوا المساحات بشكل اكبر. وطبعا طبعا نجمنا الكبير محمد شريف اللي جاب هدف ماركة مسجلة باسم عماد متعب، حط هدف رائع شبيه هدف كوبي وبيست من هدف عماد متعب في مرمى نادي الزمالك في سيمي فاينل دوري ابطال افريقيا 2005 ماتش الذهاب، لما لف بمتر عبد الهادي وحط الكرة في الزاويه اليمنى لمحمد عبد المنصف. هدف هو بالظبط بالظبط نفس اللي عمله محمد شريف النهارده وفتح بيه باب التسجيل. بعد الهدف خلاص شكرا، نهضة البركان خرج بره المباراه تماما، ولا حتى كان صعب جدا ان هو يرجع ليه، لان اللعيبه ما عندهاش الحمل او القدره البدنيه انها تعمل الكلام ده. في حين طبعا التصرف الطبيعي ليهم هم يبداوا يهاجموا وينطلقوا للامام، ده فتح مساحات اكتر، والنادي الاهلي ابن الاهلي لو كانوا مركزين اكتر كانوا قدروا يستغلوا هذه المساحات الشاسعه ويعملوا وان تو هات ويقدروا يطلعوا انفراد بالمرمى، كان يحصل كتير او كان ممكن يكسبوا 3 و4 في الشوط الثاني، لكن هم اكتفوا بالهدف اللي جابه برضو صلاح محسن من احد الانفرادات لعبته. طبعا مساحات صعبه جدا للعيبه فوق ال 30 سنه تطلع تجري للامام فالكره تقطع يقدروا يرتدوا، ده مستحيل مستحيل على فريق نهضة البركان. وبالتالي بعد الهدف الاول هو ده كان اختبار لعيبه النادي الاهلي انك تجيب هدف الفرقه دي عشان تفتح اكتر واكتر. وبالفعل النادي الاهلي قدر بعد الهدف يلعب مباراه سهله، يقدر يجيب هدف، جاب الهدف الثاني وكان ممكن يجيب الثالث والرابع، لكن اللعيبه اكتفوا بالهدفين وده الواجب المطلوب. والحمد لله النادي الاهلي قدر يحقق لقب السوبر الافريقي عشان يضيفه لخزينه بطولاته ويحقق البطوله السابعه في تاريخه ويحقق الرباعيه زي ما قلت في البدايه خلال هذا الموسم، ويتبقى له مباراه السوبر المصري اللي طبعا تاجلت لاجل غير مسمى اللي اذا فاز بيها يبقى حقق الخماسيه مره ثانيه. الف مليون مبروك لجماهير النادي الاهلي ومنظومه النادي الاهلي كلها، اداره ولاعبين وجهاز فني وجمهور، والى المزيد من النجاح ان شاء الله. وبشكركم شكرا جزيلا على تواجدكم معانا خلال الحلقه دي من ترند يلا كوره. شكرا جزيلا، كنت معاكم كريم سعيد.